أثناء امرأة طهرت من حيضها. نعم. يقول امرأة طهرت من حيضها يوم الجمعة ثم جامعها زوجها يوم الاثنين، وأثناء الاغتسال رأى الدم، فما حكم هذا الدم؟ إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت النقاء والنشاف التام واغتسلت وصلت ثم حصل بعد ذلك شيء من الكدرة أو الصهرة فلا يلتفت إليه. قول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، فلا يعتبر هذا الدم الذي جاء بعد أيام وبعد ما انقطع الدم ونشفت لا يعتبر.